السلام عليكم ورحمة الله. سر الفؤاد بقربكم إخواني، سر الفؤاد بقربكم إخواني، وتألقت في حبكم أغصاني، بالعلم بالإيمان بالخير الذي أحيا الوجود فأشرقت خلجاني. حي هلا بكم معنا مشاهدين الأكارم في فضاء متجدد من خلال برنامجكم اليومي الألوان السبعة. اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بالمئات الذين اشتركوا معنا في صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الألوان السبعة، وعشرات الرسائل التي أبدت مقترحات خاصة بالبرنامج. نشكركم جميعا ونبدأ معكم بسم الله مشوارنا لهذه الأمسية. أهلا بكم معنا. أحكام الدين في ظل مناخات غريبة، كيف يتعاقب الليل والنهار في القطب الشمالي؟ ما هي طبيعة التكاليف الشرعية في تلك المنطقة؟ بعد قليل. الرقابة الحكومية على الإنترنت، حجب المواقع الخلاعية والإباحية، ضمان مستقبل سليم ومشرق لجيلنا. الرقابة على الإنترنت بين المؤيد والمعارض، بعد قليل في الألوان السبعة. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق الناس والشعوب لتتعارف، فجعل الاختلاف بينا على صعيد الإنسان والمكان والزمان. قضيتنا الأولى لهذه الأمسية على مائدة الألوان السبعة قضية المواقيت، الليل والنهار، الشمس والقمر، وأيضا علاقة ذلك بالدين في موقع جغرافي حساس على مساحة جغرافيا العالم، وهو الدائرة القطبية التي يختلف فيها الليل والنهار عن سائر أرجاء المعمورة. يسعدنا في هذه الأمسية أن نستضيف أحد أكبر علماء الواقع التركي والإسلامي، وأيضا مؤسسا للعديد من الأوقاف والمراكز البحثية والدراسات الشرعية، الأستاذ الدكتور البروفيسور عبد العزيز بايندر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. جزاكم الله خيرا، أهلا بكم. مشاهدينا الأكارم، اسمحوا لنا أن نعرض لكم قراءتنا الأولية لواقع القطبين وعلاقتها بحالات التدين عند المسلمين وغيرهم أولا، ثم بعد ذلك نبدأ بحوارنا مع ضيفنا العزيز. يشهد القطب الشمالي أحداثا غير عادية. الحقيقة أن المناطق القريبة من القطبين تشهد اختلافا في ميزان الليل والنهار بشكل غير طبيعي. يمكننا القول أنه في القطب الشمالي ينقلب ميزان الأيام من خلال العيش لستة أشهر في الليل وستة أشهر في النهار. إن فنلندا والسويد والنرويج تكاد فيها الشمس لا تغيب أياما، خاصة بين 21 من حزيران والحادي 21 من تموز، حيث تكون الليالي مشرقة، أي ليال بيضاء لا يغيب عنها ضوء الشمس، فيفد السياح إلى هناك من جميع أطراف العالم من أجل مشاهدة وعيش الليالي البيضاء. فالشمس تغيب لعدة ساعات فقط، فتشرق الساعة الثانية مجدداً، أي لا تكون هناك ليالي مظلمة نعرفها، حيث تبدأ الليالي البيضاء وسط شهر حزيران وتنتهي أواخر الأسبوع الأول من شهر تموز. أما عند الانتقال إلى الشمال أكثر، فتواجهون مناطق لا تغيب فيها الشمس بتاتاً. نحن الآن في أعلى نقطة في العالم، فنرى أشعة الشمس التي تصل من النصف الآخر للكرة الأرضية لوجود أشعة الشمس فيها، فعجباً لأحداث الطبيعة ها هنا. وكذلك فعكس هذا الوضع يكون في الشتاء، حيث لا يأتي النهار طوال ستة أشهر. كما أن هذا الأمر يؤثر في الحالة النفسية، خاصة لدى الوافدين من الخارج بشكل سلبي. من ناحية أخرى، إن الظروف القطبية تؤثر في حياة المتدينين كذلك، خاصة أن المسلمين واليهود قد يواجهون صعوبات مهمة في ساعات العبادة وأشكال الأداء فيها. هنا
هناك العديد من المسلمين المهاجرين أتوا من بلدان مختلفة، كذلك هناك مسلمون من أبناء الوطن، فهم خاصة يواجهون ترددات في خصوص مواعيد الإمساك والإفطار في شهر رمضان، كما يواجهونها في مواعيد الصلوات أيضاً. كلما زاد عدد المسلمين هناك زاد الاهتمام لدى العلماء كذلك، فبالتالي يحاولون حل مشاكل المسلمين وفقا لاجتهاد ودراسة النصوص الشرعية لبيان الحكم الخاص بأهل هذه المنطقة. نعم حضرة البروفيسور دكتور عبد العزيز بايندر أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة إسطنبول، نجدد ترحيبنا بحضرتك أستاذنا الكريم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها. أهل القطب لا يعيشون مثل هذه الحالة، أين ليلهم أين نهارهم؟ أنت ذهبت إلى هناك. ليلهم ونهارهم يتكرر كل يوم كل يوم من خلال الشمس والقمر. لا في 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 كل يوم مثلا الشمس تحت الأفق ولكنك تعيش في النهار، وكذلك الشمس فوق الأفق وأنت تراها، والوقت هو الليل. نعم يعني هناك يعني كل يوم يتكرر هذا، ولكن يجب أن نحل هذه المشكلة بالآيات القرآنية. الآيات النهار بالآيات القرآنية يبدأ بظهور الضوء في المشرق، لا في المغرب، بظهور الضوء في المغرب في الأفق. أنت لا ترى الشمس ولكنك لا ترى الشمس في الوادي، تنظر صباح إلى ضوئها في الجهة المقابلة. نعم ترى ضوء الشمس في الجهات المقابلة، في الجهة المقابلة. كذلك في الأفق أنت لا ترى الشمس والشمس تحت الأفق، ولكنك تعيش في النهار وتشاهده، وتعرف من ظهور الضوء في المغرب أن الشمس قد طلعت. فلذلك يعني المشكلة هي يعني تنشو منا من العلماء، لأننا تعلمنا من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار والشمس والقمر كلها مخلوق مستقل، كل واحد منها مخلوق مستقل. مخلوق مستقل بمعنى مستقل. أنه لا علاقة للشمس والقمر بالليل والنهار. نعم لا علاقة للشمس والقمر بالليل والنهار، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل مخلوق مستقل والنهار مخلوق مستقل والشمس والقمر مخلوق مستقل، يعني كل واحد يستقل عن الآخر، يستقل عن الآخر. ومثلا الضوء لا يظهر إلا بظهور النهار، ولو كانت الشمس تحت الأفق شعاع الشمس يأتي إليكم والنهار يجعله مبصرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. النهار مبصر، النهار هو الذي يجعل شعاع الشمس ضوءا يظهره. فلذلك لو كانت الشمس تحت الأفق والنهار موجود هو يجعل الشعاع ضوءا، وتعرف أنت والذين يعيشون في هذا المكان أن النهار قد بدأ وصلاة الفجر مثلا قد انتهى، وكذلك تشاهد الفجر كما تشاهد هنا، كما تشاهد هنا يعني في. أنت ذهبت إلى هناك هل شاهدت؟ طبعا أنا ذهبت وشاهدت الفجر، يعني كل هذه الصور موجودة عندنا يعني. نعم. أخذنا صور، الصور التي تخبر عن وجود الفجر
مثل الصور هنا في تركيا في السعودية في جميع أنحاء العالم، مثل الصورة. ومثلا أن هناك مشكلة، مشكلتين يعني، المشكلة الأولى هو طلوع الشمس، والمشكلة الثانية هو غروبها. ولكن طلوع الشمس وغروبها مشكلة في الأودية، في الأودية كلها يعني. إذا 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 كنت أنت تعيش في الوادي لا ترى الشمس وهي تطلع، تقيس وضع القطبين على وضع الأودية، وكذلك لا ترى الشمس وهي تغرب. لكن يعني تعرف من ضوئها في العكس المنعكس أن الشمس طلع وغربت، يعني طلعت وغربت. فلذلك ليس هناك أي مشكلة يعني في الدائرة القطبية من ناحية الصلاوة الخمس. أنت تعلم بالمشاهدة بعين رأسك، تعلم أنك في الفجر أو الشمس قد طلعت أو الوقت الظهر. هناك شيء عجيب جدا. كيف تعلم حضرة البروفيسور، اسمح لي أن أقاطعك هنا إذا تكرمت علي، كيف تعرف ذلك يعني ونحن نعيش في نهار ممتد إلى ستة أشهر، وكيف تعرف ذلك والليل يمتد إلى ستة أشهر؟ النهار لا يمتد ستة أشهر ولا يمتد الليل ستة أشهر. كل يوم هناك نهار وليل، كل يوم هناك نهار وليل. ولكن يعني تعريفنا فيه خطأ. المخطئ نحن، وهذه النقطة ما نود التركيز عليها حضرتك. نعم، هو المهم يعني، هو خطأنا نحن، لأننا إذا عرفنا أو إذا كان إذا حللنا المشكلة في ضوء القرآن الكريم، نجد القرآن جعل الليلة يستر ضوء الشمس. في سورة الشمس الله سبحانه وتعالى يقول والشمس وضحاها ويقسم بالشمس وضوءها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ها هنا الضمير يعود إلى ضوء الشمس لأنها أقرب، الضوء أقرب. والنهار إذا جلاها، النهار هو الذي يجلي ضوء الشمس، هو الذي يجعل ضوءه نهارا. ومثلا يمكن أن تعود إلى أن تعود الضمير إلى الشمس، الشمس نفسها، لأن أقرب مذكور، لأنها أصل في الكلام. ولكن هناك مانع، ما هو؟ الله سبحانه وتعالى يقول مثلا وجعل لكم وآية في سورة الإسراء، انظر هنا موجود والله يعني أنا أتبع. الله سبحانه وتعالى وجعل الشمس والقمر آيتين فمحونا، نعم، فجعلنا الشمس والقمر آيتين فمحونا آية الليل، أي جعلنا آية النهار ممحوة، بمعنى أن الليل ليس فيه ضوء. هذه هي علامة الليل. والنهار مبصر، وآية النهار مبصرة، وجعلنا آية الليل والنهار، وجعلنا آية النهار مبصرة. آية النهار كونها مبصرة، والنهار مبصر. النهار هو مخلوق مستقل، هو يأخذ الضوء ويجعله نهارا. أنت مثلا ترى وتشاهد الأشياء بما بشكلها الطبيعي. فلذلك المهم هنا يا أخي، نجد في القرآن الكريم أوقات الصلوات كلها مبين ومحدد بكل دقة. هناك آيتين تبدأ بأقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. الشمس لا تذكر إلا في هذه الآية، هو دلوك الشمس. الدلوك يعني من دلكها من المشرق إلى المغرب، والظل
من المغرب إلى المشرق، ودلوك الشمس هو يخبر هذه الكلمة عن وقت الظهر، ودلوك الشمس تراه في الأفق بكل وضوح، أنت لا ترى الشمس ولكن ترى هالة الشمس، هالة الشمس واضحة جدا، وأنت لا مثلا لا يمكنك أن ترى الشمس هنا لأن ضوءها يضر العين، ولكن في الأفق الشمس تحت الأفق وهالتها فوق الأفق، وتشاهد دلكه من المشرق إلى المغرب، هذا وقت الظهر، وتشاهد العصر. وفق هذا التوصيف حضرة البروفيسور، يعني لا يوجد مشكلة أصلا، ولكن المشكلة في فهمنا لطبيعة الليل طبعا، يعني لا مشكلة في قضية أوقات الصلاة أو الصيام حتى عند المسلمين وحتى عند غيرهم من اليهود أيضا، هم يعانون من نفس القضية طبعاً. لكن هذه القراءة هي قراءة يعني نقد ذاتي لفهمنا لطبيعة الأشياء حتى نسقط الحكم على واقع كما يقال. تفضل حضرة البروفيسور. نعم، المهم هو تعرف النهار. مثلا الفقهاء يعرفون النهار، النهار يبدأ بالفجر وينتهي في المغرب، يعني من بداية الفجر إلى غروب الشمس، والنهار العرفي من طلوع الشمس إلى غروبها. أما النهار في اللغة، هي اللغة العربية، هو وقت يظهر فيه الضوء للشمس، الضوء هذا عجيب جدا. هذا هو تعريف القرآن الكريم، بداية النهار من ضوء الشمس. إذا مثلا إذا شاهد، يعني يجب أن مثلا أن نوضح الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. مثلا أنا شاهدت الأضواء مختلفة في الأفق، لكل ضوء آية مستقل، لكل ضوء آية مستقل، توضح الحالة الموجودة في الأفق بكل دقة. نعم، وأنت تتحدث هي الآن على الشاشة، نعم، تعرض للمشاهدين. نعم، مثلا تشاهدون هنا، نعم، قبل قليل اختلاف حالات الشمس والضوء. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشمس: والليل إذا يغشاها، ها تعود إلى ضوء الشمس ضحاها، الليل يكون كستارة أمام الشمس، الشمس موجود ولكنها كمصباح الشارع، تحجب كمصباح الشارع. أنت تشاهد الليل، الذين يسكنون في هذه المناطق يسمونها بالشمس نصف الليل، هكذا هذا تسميتهم، شمس نصف الليل، شمس نصف الليل، لأنهم يعرفون أنهم في الليل يعيشون في الليل، لأن الشمس خلف الليل، لأن الليل ليس له ارتباط بالشمس، لأنه مخلوق مستقل وكالستارة تستر الشمس، ضوء الشمس. ضوء الشمس، مثلا أنت ترى الشمس المصباح خلف الستارة. نعم، اسمح لي هنا حضرة البروفيسور أن أبلغ المشاهدين الكرام أن حضرة البروفيسور ذهب إلى تلك المناطق في القطب الشمالي مع فريق من علماء الفقه والفلك أيضا لقراءة هذا الواقع ولبيان الحكم الشرعي لسكان تلك المناطق من المسلمين، لإبلاغهم بالواقع الحقيقي وقراءة فقهية تفصيلية مرتبطة بالعلم التجريدي في تلك المنطقة. حضرة البروفيسور بحثك كان معمقا في هذا الجانب، كان لديكم قراءة تجمع ما بين العلم والإيمان من جهة، وما بين النظرة الفلكية أو العلم التجريدي في هذا الجانب. إلى ما خلص بحثكم؟ كيف أبلغتم سكان تلك المناطق الذين ينتظرون تحديد مواقيت الصلاة كما يقال، يعني على أقل تقدير في الإنترنت المسلمون يصرخون أين مواقيت الصلاة، كيف نحدد أيام الصيام، كيف خرجتم بتوصيل؟ مثلا أنا كنت في ترومسو، يعيش فيه بعض المسلمين، بلغ عددهم 800 مسلم يعيشون هنا، معظمهم من نفس البلدة.
وطبعا يطبقون أوقات الصلوات وفق مكة المكرمة. وفي بعض الأوقات لمدة الشمس لا تطلع، ولكن مثلا في 17 من أكتوبر 17 الشمس تطلع لمدة قصيرة. مثلا في 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 16 يصلون صلاة المغرب في الساعة 4:30، وفي اليوم 17 يصلون صلاة المغرب في 12:50. فارق كبير كبير، أكثر من 4 ساعات. يصلون في هذا اليوم الظهر في مثلا في الساعة 12 إلا 6 دقائق، والعصر 12 إلا 2 دقائق. يعني بين هذه الصلاة وبين صلاة الظهر وصلاة العصر 4 دقائق. ثم يصلون صلاة المغرب بعد ساعة، وصلاة العشاء بعد ساعات في ساعة 9:30. السابعة طبعا السابعة ونصف طبعا بتعبيرنا آخر. طبعا يعني لماذا هذا؟ لأن في هذا اليوم الشمس تظهر، ولكن ظهور هذا الشمس كظهور الشمس بين الجبال. هذا ليس دليل النهار، دليل النهار هو ظهور ضوء الشمس، وضوء الشمس يظهر قبل ساعات مثلا. نعم، إذا القضية مرتبطة بالضوء وليست بالشمس أو ظهورها، هذا يحل القضية، أهم شيء هذا، وهذه تحل القضية من أساسها، بمعنى أنك طبعاً تربط القضية من القرآن، يعني بمعنى بالرجوع إلى الأصول التوثيقية الحقيقية المعتمدة عند المسلمين لتخاطبهم بالنص القرآني. ولكن هناك خلل حضرة البروفيسور وفق يعني وجهة النظر المطروحة، أن هذا البحث غير مطروح حتى عند العلماء المسلمين، بمعنى صحيح. من أفتى لسكان القطبين بقضية الصلاة وفق هذه التقويمات، يعني بين صلاة الظهر والعصر 4 دقائق، يعني هناك اختلاف واسع لابد من ضبطه. ويعني في هذا السياق اسمح لي أن أسألك، هل هناك جهود قمتم بها من خلال البحث المعمق الذي قمتم به مع العلماء المسلمين؟ هل هناك تواصل حقيقي من أجل بيان موقف فقهي موحد من هذه القضية؟ لا طبعا، هي كان هذه بداية، يعني ذهبنا إلى الأفق قبل عدة شهور، إن شاء الله سنذهب في منتصف حزيران لنشاهد أوقات الصلوات والصوم والشمس لا تغرب. إن شاء الله سنشاهد ونأتي إن شاء الله بالأخبار جيدة يعني مفرحة إن شاء الله. طبعا شاهدنا الصور الموجودة في الإنترنت وفي بعض إخواننا، يعني وصلنا لنتيجة مفرحة. إن شاء الله سنناقش هذه المشكلة مع العلماء، يعني إن شاء الله، لأن نحن مستعدين. بعد أسبوع أنا سأعقد اجتماع مع جميع علماء الفقه الإسلامي في تركيا إن شاء الله، وأشرح الموضوع إن شاء الله لهم، وإن شاء الله نناقش المشكلة، وأرجو سنغطي هذا الموضوع. أن نعم، أن يسرنا مناقشة هذه المشكلة مع إخواننا في جميع أنحاء العالم من العلماء إن شاء الله. نعم، هذه رؤية يعني من حيث التواصل، من حيث المبدأ نشكرك عليه حضرة البروفيسور، ومن حيث الهمة والاستمرارية أيضا نشكركم عليها. ولكن هناك حاجة عند سكان المناطق إلى فهم هذا الموضوع، هل ترى أنه متحقق؟ حاجة ليس خاصة بسكان المنافق، حاجة للمسلمين ولغير المسلمين أيضا، لأن غير المسلمين يقولون إذا كان القرآن كتاب الله لوجب أن يحل المشكلة الموجودة في الدائرة القطبية، هكذا يقولون. صحيح، ولكن نجد في القرآن الكريم يعني عجيب جدا، يعني فوجئت على الصور التي شاهدتها، القرآن الكريم
توضح يوضح المشكلة بكل وضوح بكل دقة، يعني لكل صورة تجد آية مستقلة. ولكن شيء مهم هنا طبعا هذا يأخذ أوقات، يحتاج لشرح المشكلات كلها يوم ويومين وأكثر، لأن الآيات المتعلقة بهذا الموضوع كثيرة يعني. كثيرة ودلالاتها نعم. كثيرة ويعني عجيب جدا، مثلا أنا وجدت العلماء مفسرون بالكلمات التي توضح الحالة في الأفق بمعانيها المجازية، لأنهم لم يفهموا المشكلة، هم لا يعيشون في هذه الظروف، فسروا الكلمات بمعانيها المجازية. نعم حضرة نعم. البروفيسور، يعني نحن نعلم أنها مثل هذا الوقت يعني لا يكفي لشرح مثل هذا الموضوع الدقيق والحساس، لا فقها ولا حتى في علم الفلك التجريدي، ولكن هي إضاءات أحببنا أن نرسلها إلى جمهورنا الكريم. هذه بداية. نعم، الأستاذ الدكتور عبد العزيز بايندر، أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة إسطنبول ومسؤول العديد من المراكز البحثية لا يسعنا أن نذكرها هنا، نشكرك جدا على كونك معنا. يعني اسمح لي أن تفضل حضرة البروفيسور. أقول الشيء، عندنا موقع حبل الله، حبل الله، حبل الله، حبل الله، نعم، حبل الله .com، نشرنا فيه بعض المعلومات متعلقة بهذا الموضوع. أنا أرجو من الذين يهتمون بهذا الموضوع الدخول إلى الموقع، الدخول إلى الموقع والقراءة، وإذا كان ممكن أن يتفضلوا بالتعليقات. نعم، ونحن نطلب ذلك ليس من يعني جماهير الناس بقدر ما نطلبه من العلماء حقيقة. نشكرك جدا حضرة البروفيسور على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، والهلال يبتسم في القطب الشمالي بعيون رسام الكاريكاتير، نتابعه بلا تعليق.